وتفضل الشعلة منارة يشع نورها من أرض سينا على كل أراضينا، ويستلمها جيل من بعد جيل من بعد جيل، ويحافظ على رايات الوطن مرفوعة زي ما استلمها من الجيل اللي قبله، الجيل اللي علمنا إن العطاء هو أن تجود ببعض ما تملك، أما الفداء فهو أن تضحي بأعز ما تملك. هم دول فخر البلد، أسطورة باقية للأبد، دخلوا التاريخ من ساحة العظماء وجسدوا على أرض مصر معنى الفداء، كتبوا التاريخ من جيل لجيل وقدروا يواجهوا المستحيل ويحققوا المعجزة لأنهم أبطال من ذهب. كان نصر أكتوبر وسوف يبقى أسطورة تتناقلها الأجيال عن رجال جابه المستحيل، فعبروا الحد الفاصل ما بين اليأس والرجاء، ومن بينهم رجال الصاعقة المصرية. الصاعقة المصرية أول من عبر القناة وأول من أطلق النيران وآخر من أوقفها. وتلك قصة أبطال المجموعة 139 صاعقة الذين شكلوا بأجسادهم الصلبة حائط صد ضد دبابات القوات الإسرائيلية فمنعتها من التدخل في مراحل العبور وإقامة رؤوس الكباري. في بداية حرب أكتوبر صدرت الأوامر لإحدى كتاب المجموعة للإبرار جواً على مسافة 60 كيلومتر شرق قناة السويس. صدرت الأوامر لكتيبة من المجموعة للإبرار شرق القناة عند الطاسة على المحور الأوسط وعند تل الفرمة على المحور الساحلي في مهمة تبدو مستحيلة. كان الهدف تحطيم دبابات العدو من الوصول لقناة السويس لمدة 2 ساعة، لكن هؤلاء الأبطال استطاعوا تعطيل العدو لمدة 12 ساعة، وده اللي ساهم في تمكين قواتنا من العبور والقتال وتحقيق النصر. توالت الملاحم بتطور سير القتال، ونجح رجال المجموعة في القضاء على الأمل الأخير للقوات الإسرائيلية في دخول مدينة الإسماعيلية في معركة مفصلية دارت وقائعها بين يومي 19 و23 من أكتوبر، وسجلتها أدبيات الحرب الإسرائيلية بمعركة حقول المنجو، وعرفها المصريون بمعركة أبو عطوة. كانت معركة أبو عطوة من أشرف المعارك بين الجندي والدبابة، استطاع فيها المقاتل المصري تدمير دبابات العدو بسلاحه RPG-7، وحطام الدبابات موجود هنا في أبو عطوة. مع تقدم سير القتال ووسط احتدام المعارك، دفعت القوات الإسرائيلية بثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي تحت قيادة شارون، وكان الهدف هو دخول مدينة الإسماعيلية، ولكن المفاجأة كانت بانتظارهم على مشارف المدينة. نظمت مجموعة من الكمائن على مشارف مدينة إسماعيلية، آخرها كمين أبو عطوة. تصدينا للعدو، سببنا له خسائر في الأرواح والمعدات ومنعناه من دخول المدينة. عبقرية الصمود في حرب أكتوبر تجاوزت معنى النصر الكاسح، وما كان هذا الإعجاز ليتحقق دون وحدة جيش وشعب؟ أمكنهما تحدي الصعب وحطموا سويا حاجز المستحيل. مساء يوم 20 وبعد تنظيم 2 كمين في مشارف أبو عطوة، وجئنا ببعض الأشخاص يتحدثون العبرية، فتحنا النيران واستطعنا القضاء على العدد الأكبر منهم. جت مجموعة تانية اشتبكنا معاهم وانصب بطلعة في الرقبة واستشهد جنبي العريف البطل فاروق عبد الفتاح السيد، أنقذني أهل عزبة الصحارة. فرحت جدا لما لقيت أحد أهل أبو عطوة جايب لي الرقيب أحمد البدري مصاب، وعرفت إنه لسه عايش. الأرض دي اتروت بدم غالي،
دم الشهداء الأبطال. سرد رئيس الأركان ديفيد بن أليعازر جانبا من تفاصيل معركة أبو عطوة في مذكراته بقوله: إن قوات شارون ما كادت أن تكرر محاولة تقدمها إلى مدينة إسماعيلية حتى وقعت في كمين ضخم قامت به كتيبتان من رجال الكوماندوز المصريين، ودارت معركة شديدة سقط فيها الكثير من القتلى والجرحى. ليس من المنطق مطلقا أن تتصدى كتيبتين صعقة لتأكل وأكمل الرعاة ولو مظل إسرائيلي بخل شارون، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. يقول شارون: لقد شاهدت الكثير من المذابح، ولكن هذه المعركة فاق هولها ما شاهدته خلال الحروب الأخرى. ولم تنتهي الذكرى الموجعة. الشاهد هنا هو حجم القتلى الإسرائيليين في قلب الحقول الكثيفة لأشجار المانجو، أما دباباتهم المحطمة على مشارف الإسماعيلية فبقيت لمصر والمصريين ميراثاً خالداً ما بقي الزمن. وبكل المقاييس العسكرية تعتبر معركة أبو عطوة من أهم ملاحم حرب أكتوبر. نصر عظيم، بطلها المقاتل المصري بالبطولة والفداء ودماء الشهداء. وتلك هي قصة رجال المجموعة 139 صاعقة، هؤلاء الرجال الذين استحقوا وبجدارة أن يلقبوا بأبطال من ذهب.